هذه تكون غلط تزعي شي واحد نخرج جميع جدافة هذا تكوين بيسكو وانتو في التسعين جدافة عليها تعتبر راسك أنه كنت محظوظ بأنه تكونت باللغة العربية محظوظ ولكن الصحفي أصلا بسطو لي هالشيء ولكن مدير النشر لا أنا كان عارف نكون راضي ثاني في فرنسا أنا مدير نشر خصني نعطيو هاد الواحد اللي مر بالكفاءة خمس سنين ديال الممارسة كمحرر لا تكون عنده البطاقة تكون عنده البطاقة خمس سنين كمحرر أو رئيس تحرير أو كذا ويطلع مدير نشر حنا حيت حنا الوحيدين في القطاعات اللي تيقدر الدري الصغير يمشي يدير مدير نشر مالي أمر ما لا تجيني مصر عندكم التجربة ديال مصر بالنسبة للتجربة ديال مصر أنا مشيت مصر توقع شي حاجة مصر يعني إما الرئيس التحرير ولا المدير المسؤول ما كيعرفوش بالنسبة لمصر مصر ديري رئيس التحرير السكرتير تحل مصر مدير كذا دكتورة والآخر تكون دوزا دكتورة أو ديري أخرى ديري لأنه عاوتاني مخصهاش نقصو قيمة المعرفة الله يعطيك الصحة عاوتاني تكون الجميع عنده قيمته هذا هو الحقيقي في التكوين الشريف راه قلت لا ماستر هذا فيق هذا خلصو لا جيب جيب دخل لي من هنا وتخرج لي من هنا المدارس راه بابا خلص عليا من قرانا هذاك الشيء يمكن أن نشوف شي حاجة اللي تكون ديال الدولة فيها سواس كنا أمام المنظومة التحليلية أنا الأستاذ أنا عجبني الأستاذ ماشي مجاملة عجبتني مجموعة من الأخطاء اللي قلتي وأنه المدونة النشر بطبيعة الحال تحكمت فيها أطياف سياسية ولهذا قلنا قولوها ونعيدوها نحن مع انتصار الشغيلة انتصار الاستقلالية انتصار كذلك النعي مختلف الأطراف السياسية والحزبية عن العملية الإعلامية نقولها ونعيدها قد نتشارك وشاركنا في الانتخابات السابقة شاركنا في جميعها وكيف في إطار توافق وتحول مجتمعي لم نرى أنه نجد أنفسنا أمام تجربة التنظيم الذاتي لنا ونحن مدعوون لنكون إيجابيين وكنا إيجابيين وشاركنا في الانتخابات السابقة للمجلس الوطني يعني وحدنا عضوين مهمين أخ حميد سعدي صحابي المتدرس من عالم الجامعة وكذلك الأخت المناضلة والصحفية المتميزة توريا الصباغ الأداء ديالهم يعني أداء مشرف لنا يحتاج بطبيعة الحال إلى تكليل يعني موضوعاتي وموضوعي كذلك لكن نرى أنه لا يمكن أن نكرس إعلاما إعلاميا مستقلا إلا باستقلالية عن مختلف الأطياف سواء الحكومية وسواء السياسية وكذلك مختلف المتدخلين وهذا أمر واضح إحنا افتحان عن الشغل قبل النقابة قبل تأسيس النقابة كانت جامعة قدمنا تعديلات جوهرية وقوية جدا شأنها تعزيز الممارسة وانتصار الجيل السابق وكذلك يعني مفهوم الأقدمية في الصحافة وكذلك عمل سوى الدعم للأسف أخذ ببعض منها وتم إقصاء العديد من الملاحظات وكذلك من المقترحات التي قدمناها نقول كذلك أنه من الصعب جدا أستاذ أن نتحدث عن مفهوم إعلام المستقبل أنا بتقديري الخاص نتحدث عن إعلام حزبي وعن إعلام غير حزبي مفهوم الاستقلالية هذا أمر صعب جدا لماذا؟ لأنه مفهوم الاستقلالية يعني يحيلنا بالضرورة على النموذج الاقتصادي حينما مثلا في كورونا وبعد كورونا في 6 أشهر أنه الحكومة التي تمول كل وسائل الإعلام سواء الرقمية والصحية والبصرية وسواء الورقية الأجور اللي سلمتها الصحافة الورقية كلها في البلاد سواء الحزبية وغير الحزبية من طرف وزارة الاتصال وكذلك المالية وبالتالي عن أي استقلالية يمكن أن نتحدث وعن أي رأي عام مستقل يمكن يعني أن نتجادل نقطة مهمة كذلك فيما يخص العائلة الإشارية عندنا نعرف جيدا أنه من يتحكم يعني في عيش أول وبيأس وبالتالي يعني من الصعب جدا أن نتحدث عن فهم الاستقلالية لكن نميز أمرين أن هناك اجتهادات يعني في بعض المواقع وبعض الجرائد لكن يبقى التوصيف الصحيح والسليم والوضوحي والمتجرد عن كل انتماءات أن لدينا صحافة حزبية وصحافة غير حزبية مسألة استقلالية هي نسبية